كل صحباتي يحبوا اللانش بوكس. كل يوم رح اعمل لك فكره جديده لللانش بوكس. اليوم رح احط لك جبنه حلوم وخيار، بعرفك بتحبيهم كثير. رح اعمل لك تركي ساندويتش، رح احط هذا الساندويتش بدون سكر لانه انت هيلثي، والجبنه اللي بتحبيها، ورح احط لك التركي. حطي خيار في الساندويتش الاولى والبندوره على الثانيه. ليه ما احط لك اياهم مع بعض؟ خلص مثل ما بدك، وبلفهم مع بعض. وبكره رح احط لك ساندويتش ثاني، وهلا رح احط بسكويت مالح. حطي كمان. حاضر رح احط لك، واهم شيء فواكه لانه الفواكه كثير مفيده. رح احط لك عنب وستروبريز ومشمش، واخر شيء رح احط لك ميني بانكيك. ياي. في مكان هون رح احط تشيري توميتوز. بكره يا منى رح اعمل لك لانش بوكس سربرايز، ما رح تصدق ايش رح احط لك عليه. ما تنسي ترجع اللانش بوكس، ما تنسي مثل هذيك المره بالمدرسه. اوكي.